كفو ضقتهم انت ارسل يعني شافونا سلمين والله ويشتغلون رادونا اشتاقوا للطيب شافونا سلمين وما عاد شينا حسب لهم اهل البصره راجعوا ما تعبر سياره من انا الا على دمي لا تعبر سياره من انا الا على دمي لا المشكله يا علي كيلو مقصار او علي شافونا قعدنا وسكتنا بسلمي وما حكينا ما يدرون وعلي من انطب عليهم لاكل ماكل وقال سلمية حافظنا على السلمية الا هم اللي تحارشوا هم اللي ادوها ما دام هم رادوها خلي يتحملون حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها. بداية حب أذكر السادة مشاهدين أن قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727 أفقي، أكرر التردد 10727 أفقي. فنتمنى من الكل أنه يدخلون هذا التردد بأجهزتهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24. أما فيما يخص برنامج صوتكم، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل على واحد من الأرقام الثلاثة اللي ظاهرة أسفل الشاشة هذني من داخل العراق أو من خارج العراق. أما الرقم اللي تشوفوه أمامكم هسه هذا رقم مخصص لبرنامج الواتساب، غير مخصص للاتصال، غير مخصص للرسائل الصوتية، فقط للرسائل المكتوبة، وأتمنى تكون مطبوعة باسمكم ومكانكم. أما الرقمين ذني اللي تشوفوها أمامكم فذني رقمين إلى من هو داخل العراق، فأي شخص داخل العراق من زاخو إلى الفاوي يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام أو الأرقام الثلاثة اللي طلعن في بداية البرنامج. بداية اليوم أو البارحة انتشر خبر وذاعت قناة الرافدين، وهو أنه مصطفى الكاظمي يريد يسوي صفقة. هاي الصفقة هي مساومة بينه وبين 100 مسؤول حكومي فاسد مقابل التكفل بتأمين الرواتب لخمسة أشهر، وعلى أثر هذا الشيء اعتقلت الحكومة حتى الآن أكثر من 10 مسؤولين على خلفية قضايا فساد، وأكو تقريباً 90 آخرين حولهم شبهات تضخم أموال. السؤال اللي ينطرح هنا، هذا الشيء صحيح؟ يعني أنا عندي مشكلة مالية، مدى أقدر أطلع رواتب، عندي الاقتصاد فاشل، عندي الاستثمار فاشل، عندي السياحة صفر، عندي الزراعة ميتة، عندي الصناعة منتهية، هذن الأمور كلها ماكو، فأني ما الاقتراض مدى يعطوني قروض لأن صارت عندي قروض كلش هواية، فأني شو أسوي؟ أروح أجيب حرامي، هذا حرامي تعال حبيبي أنا ما سجنك، إيش قد بايق تعطيني 10% 20% خلا أسلك أموري. فيعني شنو القضية؟ صفقة ويا 100 مسؤول فاسد؟ زين هاي الصفقة ويا 100 مسؤول فاسد يعني الفلوس ها هي تبيضن؟ شنو العراق هسه دخل بعمليات تبييض أموال بطريقة حكومية؟ يعني هسه الحكومة هي اللي تبيض الأموال؟ يعني الحرامي أنا أبوق هسه 100 مليون دولار وأروح المصطفى الكاظمي السلام عليكم بقيت 100 مليون تعال صفر ليها شقيت؟ شقد أعطيك؟ راتب شهرين للموظفين إيه تدلل عيوني شنو القضية؟ زين هو يعني مصطفى الكاظمي من فكر بهذا الشيء ما عنده مستشارين قانونيين مستشارين للحكومة قال له يا بات ايش دا تسوي انت المفروض ذولا تجيبهم تحاسبهم تحطهم بالسجن وترجع الفلوس اللي باقوها حتى العالم تعيش. يعني العراق يوم على يوم ده تطلع به سوالف جديدة من الموظفين الفضائيين إلى الحمايات الوهمية إلى الرواتب الخيالية إلى واحد بالبرلمان ما اشتغل له 4 سنوات بس قعد له على كرسي بالبرلمان كم جلسة والباقية مقضيهم بأوروبا ويفتر هو وأهله ورجع وقال أنا أخذت تقاعد وجواز دبلوماسي وراتب تقاعدي 50,000 دولار طبعا يعيش ملك ليش ما يصير برلماني؟ ليش محمد الحلبوسي ما يشتري رئاسة مجلس النواب؟ فإحنا هذا السؤال اليوم نريد نطرحه، يعني إيش دا يسوون؟ وين راح يودونه؟
شو عافوا الكهرباء وعافوا المي وعافوا الاستثمار وعافوا السياحة وعافوا الصناعة وعافوا الزراعة وعافوا كل شيء. قدم لي ورقة بيضة ورقة هزيلة طفل ابتدائية إذا شوية أبوي يقعد يحكي له كلمتين يقدر يكتبها. قال ورقة إصلاحية وما شفنا بها أي فقرة إصلاحية. لا جابوا طار الصناعة ولا الزراعة ولا التربية ولا التعليم ولا السياحة ولا الاستثمار ولا القطاع الخاص، كل شيء ما جابوا. كل اللي جابوا المتقاعدين يردون يقللون رواتبهم. ليش اشتغل هذا؟ ليش ياخذ تقاعدي؟ ما من حقه ياخذ راتب تقاعدي. هو اصلا 30 دا ياخذ بالنسبه لرواتبهم. كل اللي جابوه قروض. لازم العراقي يندان هوايه. وكل اللي جابوه شلون بعدهم يظلون على نفس السيره. فاحنا نحب نطرح هاي القضيه، يعني مساومة السياسيين مقابل إسقاط تهمة الفساد اللي موجودة على ذلك السياسي. أنتوا كمواطنين شلون تشوفوها؟ مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء يقول أن الميليشيات المسلحة دا تبتز المستثمرين بالعراق. واحد ينزل اللي عنده رقم مظهر محمد صالح يدق عليه ويقول له صباح الخير، يعني يمكن كان نايم اتوقع. زيد من بغداد ويانا، حياك الله يا زيد. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون استاذ فهد؟ شلون صحه؟ هلا بيك اخوي. على الورقة اللي مقدمها أستاذ الشافعي. نعم. وهذا أستاذ أفل هذا دا يتعثر بخطواته، هذا الأخ ما يعرف شو يسوي. نعم. ما يعرف شو يسوي وحاير بأمره. الأحزاب دا تسيره. الأحزاب مسير سوى رجل مسير غير مخير. هذا اللي طلع فيه. نعم. ولا شنو قال باي شنو دا يخمسها؟ ما يخمسها مثلا، هو صار سيد ودا يخمسه يبقى مثل ما قالوا. والله ما اعرف هاي حكومتك اصلا شلون دا يمشون وشلون ماشيين البلد ما اعرف والله يا اخي. نعم. والله هذول جرون على السكه وراح ينهون هذا البلد، نهامون يبني. دمروه دمار. والله اقرا عليه السلامة على البلد ان شاء الله. اللي يبقى عايش اسمه تربينا. اصف احنا عندنا فلوس خيرات يعني تكفي اجيال الاجيال، بس من فضل للحرامية ما راح يطبقون اي شيء. ليش فلوس النفط وين تروح؟ هاي تجيب حياه مال الملابس الحدوديه، الجبايات مال الحقل والمواصلات، الجبايات مال الكهرباء، الجبايات مال الماء، كلها جبايات كلها فلوس. هم ايش تنقل؟ كل شهر دهم طولهم 3-4 في كل موظف، يحطون الصير بيضة، شهر ونص. يا استاذ افل يعني هم عايش يكبرون يعظمون الشغله. من المنافذ الحدودية قادرة على تسديد الرواتب مال الموظفين. واحنا ليش زراعة ما عندنا صناعة؟ ليش ما يفعلوها؟ ليش نستورد بصل وطماطم من الدول جوها؟ يا استاذ افل احنا لغيرها يعني نصلح ما داخلنا حتى نسيطر على العملة الصعبة. لو العملة الصعبة تبقى اول بقل الى الدول الارجنتينية يا حبيبي. وانا اشكرك. شكرا ستارك. شكرا شكرا لك اخ زيد. ابو زكريا من كركوك، حياك الله ابو زكريا. ابو زكريا ابو زكريا وياي. الله يحفظك يحفظك.
سلمك ربي يا رب، تفضل عمي. انا سمي كسر، دائما سمي كسر، لانه انت ازد من اسد. ما تقول الحكومات الموقره يا ابن اسد استووا بالعراق. غير التأجيل، قتل، تأجيل. عن مليارات الدولار قادوا من حضرهم ياسين لحد هذا اليوم، حتى المتظاهرين يخذوهم، يعني غير الشباب الحلوين الطالعين الواحد 17 سنه 18. يا هاي المنتظر كامل قال انا اخذ حقوق خيتي يطب البيوت. حقوق المتظاهرين وين؟ حقوق الفقراء وين؟ حقوق العالم الايرانيين ودورهم ذبحوه في ايران. وين المغيبين؟ وين هذول ما صقلاويه غير صقلاويه ومزج الزرقاء وجزر العمه الكاميرا الحقيقة الله جاب علينا من 2000 كم مليون عندنا معسكر، كم مليون عندنا ارامل في جد قتلانا يا ابني يا اسد. والله صادقونا والله العظيم ما عندنا حكم كامل هو يحكم بالعراق، طهران يحكم بالعراق، العدل يحكم بالعراق. الله يحفظ العراق الشباب، الله يحفظ شباب العراق المتظاهرين. حقوقنا ان شاء الله هم تاج راسنا واولادنا، الله يحفظكم يا عمكار. سلمك سلمك يسلمك عمي ابو زكريا، وشكرا لك. ابو عمر من زاخو، حياك الله يا ابو عمر. حياك وبياك. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي العزيز بالنسبه للحكومه، والله العظيم انا طبعا اتابع برنامجكم واتابع قناتكم الكريمه. نعم. مرات احن عليكم، انتم تعبون نفسكم. اخي العزيز واجبنا والله هذا ابو عمر. اعرف مو حكومه، هذا عصابات يا اخي العزيز. هذول مافيا، هذول خربوا الدوله. هذا دوله اسمها بس على الخارطه اسمها عراق. هذول عصابات، كل واحد يطلع لي على قناه، كل واحد سياسي يقول والله انا اعرف فلان فلان باقو، يقول العراق. ابو الـ ابو الـ ابو الـ ابو المقدم يقول شو اسمه هذا، يقول ما اقول. ليش لعد انت تعرف ما تقول؟ ليش لما انت بالحكومه تسرق وتبوك وتقتل ليش ما تقول؟ لما تروح على اوروبا او على امريكا او على لندن هناك تحكي تقول والله الحكومه هيك هيك، معود كلهم فاسدين، شنو هذا؟ والله الدوله مو هيك، والله يمن هسه احسن منه، والله هذا سوريا الخربانه والله العظيم احسن منه. يا اخوي انا الزاق والحمد لله مرتاح، بس والله اشوف العالم فقيره تموت، سيطرات كلهم دجله بواقين، والله العظيم هذول سيطراتهم كلهم يبوقون. اذا تنطيهم 25,000 50,000 تعبر لك لو مو معود. هذول عصابات، والله العصابات احسن منهم. يعني ما اعرف شو اقول، والله العظيم ايش ما نقول يعني قليل. نعمل وكيل. وشكرا شكرا شكرا لك ابو عمر. مضر محمد صالح عمنا يقول انه اكو جماعات مسلحه تشتغل بالعراق من اجل الحاق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر ابتزازها للمستثمرين. استاذ مظهر، وزير الصناعه العراقي السابق حكومة عادل عبد المهدي، ما ادري بحكومة حيدر العبادي، طلع وقال للأحزاب ورؤساء الكتل السياسية بالعراق يمنعون أي وزير يتبوأ منصب وزارة الصناعة من تفعيل المصانع العراقية. إذا أنت تبوأ على قضية ابتزاز المستثمرين، هذا مو ابتزاز للمال العام وابتزاز للعراقيين؟ هم منها بطالة، وهم منها عدم دعم المنتج المحلي، وهم منها تعب العراق ماليا، وهم منها تعب الناس ماديا. انتوا تباعون يعني شلون تباعون وشلون تصرحون؟ نجاح من الديوانية، حياك الله يا نجاح. مرحبا استاذ. هلا بيك اخوي.
صحتك تمام استاذ؟ نعم. جاوانا مصطفى الكاظمي ما راحكم اشنا خيوط وخيوط والكتب المتظاهرين راحنكم وجوم جاء اليوم بالستة الصبح تروح هاي الشفلات قطيع المتظاهرين يشيلون الشفلات يا هاي الكرامية مال الشهداء قطيع نعم تروح هاي الطعم كرامية للشهداء للعالم قطيع رواتب اليوم هالشي الصحابة بالمالية يقول والله ماكو لا للمتقاعدين ولا للموظفين كما يحجون دولة هم قالوا له الطوامر هو يعرف من الأمور قالوا له شيل الخيم إلا الخليك هم على جاش هو الحلفوشي قالوا له ما نخليك أربعة أيام إذا ما سوى العملية خطية من غبشة رايحين للعالم عليش جاوين الخيوط خيوط 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 وين الخيوط هاي كمشنا وراح نذبح وراح كذا وكمشنا ذولا اهل الاغتيالات هذا هاشم الهاشمي وينهم هاي سكت العالم اليوم راحت الشفلات خطير ليش ذولا خطير صار مشان نايمين بالبريد وبالحار وتعذوا هي هاي الكرامية قال عليها هو هذا هسه وجه ما رئيس وزراء والله حرام هذا ما وديه للوقفة حشاك للوقفة ما يجيب له فلسات وجه تنوع له هسه هذا وجه حتى حكي ما يعرف ولا طلال يحكي مكانه لان ما عنده لسان يحكي والله هذا مخلي ملا طلال هذا احمد طلال هذا مات بوخشي كان يومية بالإعلام شاعب العراقية شاعب الشرقية شاعب الأفاق ورجاله ماتوا هذا يمكن من الكود مخليه مكانه يسوي مؤتمر صحفي ويضحك على العالم وطاق صورة وفلان ومحمم وذاكي والله حرام حرام والله اليوم كفيلك الله اليوم نص الناس خطية تعبانة وضايجة على مدمن على مود هاي الطو الشهداء و25 ألف جريح على من والله يبقى والله كمشنا كمشنا وين الخيوط الكمشته وين هسه الخيوط هاي شنو خياطته ما افتهم نعم رحم الله والديك شكرا لك اخ نجاح مصطفى السيد من مصر حياك الله عليكم السلام والرحمة والإكرام حيا حضرتك وانا حيا ثورك عجيدة وانا حيا لرق المتصدقين الأحمد حياك الله الله يكرمك وانا حيا وأشكر ونظمة أمور الخيرية تتبعها لأسدين العلماء نبني الإخوان المسلمين على مستخدمها العمل الإنساني العربي الأصيل لكل الفقراء من جميع الأديان بدي وأسألش الذين بدي أول مسابقة فجزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم أما سيدي بالنسبة لعملية المستوفى المصطفى الكاظمي وعملية الانتكافة على تطور الشعب العراقي العربي البطل بحكاية التسوية يعني قاتل أبرياء الاتفاق معاه وتاخد فلوس مجرم وصوت تعريفي يقتل جميع الأديان بدم بني آدم البعد عن الله إن الله براه وتاخد فلوس وقاتل معاه يعني بتجدي استاذ مصطفى ما اعرف اذا تسمعني لو لا بس يا ريت تغير لي مكانك لان الصوت صدقا ما حد يفهمه شكرا جزيلا لك واعتذر للسادة المشاهدين لكن يبدو انه اكو مشاكل بالصوت من المصدر شاكر من بغداد حياك الله السلام عليكم استاذ أذن عليكم السلام والرحمة والإكرام تحية لك والكادر قناة الرافدين والمصورين خلف الكواليس تحية خاصة للشعب العراقي والرحمة والخلف لشهداء تشرين
والفرحاتية وإدياله والشهداء العراق يا ربي. حبيبي يسلم حبيبك ويسلم قلبك يا الغالي. والله يا استاذ أذر يعني احنا شو نتكلم شو نحكي، ذول سياسيين مو بحال الشعب العراقي ولا بحال المتظاهرين ولا بحال كل شيء، ذول متظاهرين ذول بحال السلف واللهب والبوق والسرقات، ما يهمهم الشعب العراقي ولا يهمهم مواطن عراقي. هاي ثورة تشرين اليوم مضى عنها سنة وبدت السنة الثانية، شنو اللي قدموه لثورة تشرين؟ نعم ما قدموا ثورة تشرين كل شيء، ولا قدموا للنازحين ولا قدموا يا أخي أستاذ أفل، ذول هم جو تدمير الشعب العراقي كاملا. يعني أجي أسألك سؤال أستاذ أفل، يعني أنت اليوم احنا ترى سنتنا كثير يعني عند ذولة يعني لحد الان هم على الرواتب ما منطيني، والله ها اللي صوت البرلمان، والله ها البارحه الكاظم المجتمع وين اعضاء البرلمان، احنا ما يقول عندنا شويه معلومات عنهم، يقول قايل عندهم اكو 100 من النواب فاسدين وعندهم سرقات، فقايل لهم انتم الفلوس اللي اخذتوها اللي من عندها خلنا اقول من الموازنه حتى اسلم الموظفين الرواتب وانا حفظ النظر عنكم وما صعدكم للقضاء. زين استاذ انت من تقول لهم هذا الكلام هم اصلا ما مهتمين به، ولا هم اصلا يعني راح اليوم يخافون من عنده، لان هو جاي من رحم الاحزاب، من رحم المجرمين، من رحم هؤلاء، هو اصلا ميليشياوي، هو اصلا ما يعرف يسولف، هو اصلا قعدت ايران، ما قعدت لا الشعب العراقي ما قعدوا، وهم رافضين ثوره تشرين، رافضين جمله وتفصيلا، ما يبدونه، وهسه احنا يقرر كيف الانتخابات والانتخابات، شنو اللي سويته للشعب العراقي حتى ننتخبكم بعد؟ والله اصلا أنا عراقي وجنسيتي عراقي وأبو جد وأبو عراقي وأموت وأنا عراقي، بس أنا ترى أنتخب دولة سياسية والله ينطوني مليار دولار، ما أنتخب أي واحد من دولة السراء. يا أخي أستاذ أنا شنو اللي قدموا للشعب العراقي؟ 30 مئات الآلاف المعتقلين اليوم صار لهم سنين من 2003 لحد الآن، وين العفو العام؟ وين العفو العام؟ زين المقيدين وين راحوا؟ وين راحوا؟ وين وجهت كثير الميليشيات؟ مو قبل شهر ما ادري او اكثر من شهر جابوهم شهداء من سجن الناصرية من اثر التعذيب يا استاذ أفل. هذولاك المتظاهرين اليوم صار لهم صيف وشتيء وصيف، وهذا الشتيء الجهة الثاني حر وبرد. نعم شكرا جزيلا لك اخ شاكر من بغداد الرشيد محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي افل يعني الله يا محاله. نعم والله لازم يشوفونا حلو يا هالحكومة التعبانة. نعم يعني والله تعذبنا أنا يعني لقمة هاكل من ايده زيتي. نعم وصوتك مدى يغفل فوقها يعني إلما نشتي يعني إلما ننصد وجهنا شنسوي بعدهنا يعني. اخ محمد انقطع الاتصال وياه، فنرجع الى يعني الى الى السياسيين واللي يقولوه. موقع المونيتور الامريكي يقول الاستثمار بالعراق معطل نتيجه ابتزاز الميليشيات والعشائر للمستثمرين العراقيين والاجانب ومطالبتهم بدفع اموال طائله. هذا الموقع الامريكي يقول انه اكثر المستثمرين اختاروا الانسحاب من المشاريع خوفا من الانتقام العنيف في حال عدم تلبيه طلب الميليشيات، وأنه تم تعليق أكثر من 6000 مشروع بين عامي 2008 و 2019. ما شاء الله.
ها يقول انه ميليشيا اصحاب الكهف الموالي لايران دعت الى الابلاغ عن اي معلومات عن وجود مستثمرين من دول تعتبر منافسه لايران كالولايات المتحده والسعوديه مقابل دفع مكافآت ماليه. زين يعني احنا نريد نفتهم شغله واحده بس. السياسيين من قاعدين يتصرفون بهاي الطريقه. هو اوكي انت جاي تبوك. بدك تشوف البلد على بركان. ما خايف؟ ما خايف هذا البركان يثور ويجرك وياه؟ فاصل قصير ونرجع لكم. جانب هتافات قضاري وثوار ساعة ابتسام البصرة. اي والله 31/10/2020. اي والله جيب المعتاد. اي والله احنا يا روح. اي والله ووادانا كل البصر مثل الجنات. اي والله ووادانا كل البصر مثل الجنات. اي والله ثورة تشرق. اي والله ثورة تشرق. اي والله مثل العشرين. النائب عدنان الأسدي قال على قضية الاستثمارات العربية بالعراق، يقول أنه بادية السماوة تعطى كاستثمار إلى السعوديين يهدد الأمن الوطني. أنا أريد أسأل عدنان الأسدي، أنت مشكلتك الجنسية اللي جتي أخذت الاستثمار لو مشكلتك شنو؟ لو أنت تريد السماوة مثلا، لو أنت تريد تأخذ هذا الاستثمار مثلا، لو عندك جهة معينة ببالك لازم تأخذ هذا الاستثمار، لو لازم ايران، خلنا نحكي هيك. يعني انتم ماذا تفكرون انه الاستثمار ما له علاقه بايجنسيه؟ ماذا تفكرون انه الاستثمار الى 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 فكر معين؟ انا اريد استغل هذا الشيء، لازم اعرف شلون استغله. اريد استغل القلم، لازم اعرف شلون استغله. انا عندي قطع اراضي وعندي مزارع وعندي انهر وعندي كل شيء، بس ما دا اشتغل صح. انتم مشكلتكم بالعراق اليوم، ان كان عدنان الاسدي وان كان اي واحد بيهم، انتم تطلعون وتحجون اكو فساد واكو مصايب واكو سرقات واكو صفقات واكو اسلحه فاشله وصلت للعراق بصفقات مشبوهه من اوكرانيا، واكو بلاوي سوداء واكو بلاوي زرقاء عند الحكومه وعند السياسيين، كلها تحجوها. بس اريد اشوف اكو واحد بيكم طلع واشتغل صح؟ ابد. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. عليكم السلام، هلا اخوي. يعني والله اجازنا من قد الكلام على الوضع السيء للعراق كله. يعني الحكومه يعني من يطلعون رئيس الوزراء ويطلع وزير الدفاع ووزير الداخليه وكل وزير خارجيه ويحكوا لك بالوطنيه والدين والقيم والمبادئ، تقول ذولي يعني ناس يعني من الجنة، ذولي يعني طيور الجنة نازلين جاي يخطبون بينا، وهم كلهم فاسدين سراق. يعني ما عندهم أي إنجاز نذكره. يعني الشعب تدمر، العراق تدمر، تمزق العراق، خيراته كلها مسروقة على أيديهم هم نفسهم، كل الحكومات المتعاقبة. يعني لا تطلع ولا نستثني أحد من عندهم، دمروا للعراق، رجعونا 1000 سنة لورا. يعني الزراعة شو يحتاج لها الزراعة؟ مي موجود عندنا وتربه عندنا ويد عامل عندنا، ليش ما تدعمون وزاره الزراعه في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعه؟ الصناعه، هالمعامل اللي كانت عندنا بنت بزمن صدام حسين وتم تدميرها على ايد السراق والفاسدين ونهبها بالاحداث اللي يسموها تحرير وهو تخريب طبعا. وزاره الصناعه ليش ما تدعموها وتبنون مصانع وتشغلون هاي الناس العاطله عن العمل اللي الظاهر ضدكم؟ وزارة الكهرباء ليش لحد الآن ما حسمتوا ملفها؟ أجيب شركات معتمدة عالميا وأخليها تسوي 3 محطات 4 في جنوب العراق ووسط العراق وشمال العراق، وأكتفي اكتفاء ذاتي في سبيل. ليش تصرفون عليها 70 مليار دولار على الكهرباء؟ كلها بطن وزير الكهرباء ورئيس الوزراء يدفعون كلها مشاريع وهمية للكهرباء، وكل الوزارات عاطلة. هسه من طلع أحد البرلمانيين يمكن محمد الكربولي قال ما يعجب خلي بطل من الجيش او معلم او غيره. يعني وجهة نظر حقيقية هاي،
صارت ملموسة، يعني من ناحية شنو؟ من ناحية كل الوزارات الموظفين بدون خدمة، يعني ما جاي يخدمون البلد، ما جاي ينتجون، ما جاي يعملون بإخلاص، من أصغر موظف الفراش إلى تصعد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية كلهم يستلمون رواتب بدون عمل، ما يعملون، قاعدين هيك على الطالب الطالة. مرات يقول لك الموظف ليش يتأخر راتبه، يا أخي الموظف شو مسوي؟ جاي يقدم، وزارة الزراعة جاي تقدم، وزارة الصناعة، التجارة، الكهرباء، كل شيء صفر. يعني من هاي الباب احنا نحكي نقول لا، ما جاي يقدمون خدمة. يعني الوزارات هسه كلها لو يقلصوها ويسووها ست وزارات ما راح يتأثر الشعب، لأن الوزارات ما جاي تشتغل بصورة صحيحة. يعني ما حد جاي يشتغل بصورة صحيحة، لا الوزير يحاسب ولا وكيل وزير ولا المدير العام ولا رئيس القسم ومدير الشعبة، كلهم ناس فاسدين دول الدرجات العليا وما حد يحاسبهم. النزاهة اللي يصرفون عليها ملايين الدولارات رواتب وامتيازات وسفر ودورات ما حاسبت أي مسيء وأي فاسد. يعني النزاهة يراد لها ناس فوق رؤوسهم نزاهة، والقاضي يراد له تحلفه بالعباس وبالقرآن بأن يحكم بين الناس بالعدل. بالعدل ماكو، القضاة فاسدين، كل الدنيا فاسدة، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، ملف أمني ما يقدر يسيطر عليه من الإرهاب داعش ومن إرهاب الميليشيات الحشد. ما حد يقدر يشتغل بالعراق ما طول الحكومة تبعية إلى إيران. احنا هسه تبعية كلنا، يعني العراق صار جزء من إيران، والإيرانيين هم اللي يديرون سيارات أمن داخل كربلاء والنجف والبصرة، وما حد يقدر يتعدى عليهم. المتظاهرين تآمروا عليهم الصدريين، مقتدى الصدر وإيران، وسوفوها المتظاهرين كلها، دمروهم وخلوهم ينسحبون، وقتلهم ما قتلهم ورعبوهم وضعفاء النفس من الأحزاب اللي دخلهم مثل الحزب الشيوعي، ويسموها اللجان التنسيقية وهي المتظاهرين، وينزلون مقاطع فيديو. اللجنة التنسيقية أي تنسيقية، وانت تابع الحزب الشيوعي تآمر قبل الغزو على العراق، وحاليا هو جزء من العملية السياسية، ويقول لك أني أدير المنظمات مجتمع مدني وأدير المتظاهرين بلجان تنسيقية، وعنده خيمتين ثلاثة بساحة التحرير، وانت جزء من عندها، انت جزء من 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 العملية السياسية البائسة. ايش قدمتوا؟ خلي يستقيل اللي عندكم، الحزب الشيوعي يستقيل بالبرلمان، وكلاء الوزراء عندكم، والسفراء يستقيلون في سبيل نقول انتم جزء من الشعب، لكن انتم جزء من العملية السياسية اللي تامرتوا حتى على التظاهر. وين راحت دماء الشهداء اللي اغتالوهم؟ اكثر من 800 شهيد، يعني راحت هيك دمهم راح بالبشط، راح بدجلة والفرات، ما لحد حاسبهم قاتل، لا حاسبهم أهل الكواتم اللي انخطفهم وغيرها، يعني غير الجرائم اللي صارت ضد المتظاهرين. نعم. والرئيس الوزراء ما حاسب أحد. نعم. شكرا 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 لك أخ صباح. مصطفى السيد من مصر يرجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا مصطفى. حياك الله أبوي، الله يكرمك. الله يسلمك. أولا يا سيدي في المكالمة بس اللي تم التشويش عليها، نعم، بنشكر ونحيي منظمة أم الكرة الخيرية التابعة لأسجدنا وعلمائنا فائت علماء المسلمين، لأنها فعلا أثبتت أن هي أكبر منظمة على وجه الأرض خيرية، لأنها بتعطي المواطن المحتاج وما بتسألوش لدينك إيه ولا مذهبك إيه، فجزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خيرا اتجاه مقابل ما بتساعد الفقراء والمشردين والنازحين في الأمة، حياكم الله. حياك الله. بالنسبة للمدن اللي اسمه مصطفى الكاظمي، ده بيعمل عملية التفاف، عملية التسوية دي يعني حصلت في مصر على فكرة، وحصلت في دول ياما. يعني ازاي تقتل؟ نعم. قطع الاتصال يا الأخ مصطفى، شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم وعلى مرتين. شرطة محافظة ذي قار ما شاء الله اليوم ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص التاجر بالعملة العراقية المزورة. المشكلة مو هنا، طبع العملة العراقية المزورة بإيران ويعبروها الحدود وهي عملة مزورة، والطب للعراق وتصرف بالعراق، هنا المشكلة. يعني أنت إذا تفكر هسه بكم جهة، الجمارك والحدود والقوات الأمنية والدولة والاستخبارات والمخابرات، ذن الجهات كلها المفروض تعرف هاي القضية، والعملة العراقية تزور بإيران وترجع، ما كافيكم العملة العراقية اللي أخذتوها قمتوا تزورون وتدزونه؟
ابو راشد من عمان حياك الله. تحية لك يا اخ اسد والمشاهدين المحترمين. حياك الله اخوي. طال عمرك انا ودي اتطرق الى زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الى العراق. نعم. خلال 30 سنة او اكثر ان شنو دور الجامعة العربية ودور مصر في الاتجاه اللي صار للعراق من الخزو والاعتداءات والاعتداء خلال الامريكي والايراني، شنو الدور اللي هو استعمله ك دور فعال مصر العزيزة؟ نعم يعطيك العافية ومشكور. شكرا شكرا جزيلا لك ابو راشد. يعني اذا انت تسال على دور الجامعه العربيه، فما هو دور الجامعه العربيه اليوم فيما يحصل بالعراق؟ ما هو دور الجامعه العربيه في دماء العراقيين والعرب كافه؟ وما هو دور الجامعه العربيه في القضيه الفلسطينيه؟ وما هو دور الجامعه العربيه في اي مشكله تصير بالوطن العربي؟ اما فيما يخص العراق، فالعراق مبيوع من زمان أرضاً وشعباً، انباع بالثمانينات وانباع بالتسعينات وانباع بالألفين وانباع بالألفين عشرة وانباع بالألفين وعشرين. فهي الشعب العراقي تعود على الجامعة العربية، دماء عراقية طاهرة يومياً تزهق أو تسكب على أرض العراق. ما شفنا وقفة للجامعة العربية مع الشعب العراقي. احتلال العراق رغم أنه القرار الأممي اللي صدر يرفض هذا الشيء، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ساقت اتحاد دولي ضد العراق على الرغم من قرار الأمم المتحدة، ما لقينا موقف لجامعة الدول العربية. فجامعة الدول جامعة الدول العربية موقفها سيء، مو بس من العراق، موقفها سيء من العراق ومن كافة القضايا العربية. أما لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية تقول أنه قطاع الطاقة سيمر بانتكاسة نتيجة سياسات حكومة كاظمي، وأنه مشروع قانون موازنة 2020 لم يتضمن أي مبالغ لصيانة محطات كهرباء حسب صادق السلياطي. تعال تعال صادق تعال. موازنة 2020 ما بها مبالغ صيانة المحطات الكهرباء. 57 مليار موازنة الكهرباء العراقية اللي انصرفت على الكهرباء العراقية حسب الأرقام الرسمية وينهن؟ شنو اللي شاف الشعب العراقي من هال 57 مليار؟ مليارات صرفتوا على الكهرباء، شنو اللي وصل للشعب العراقي؟ عندهم كهرباء؟ لا. هسا أي واحد بالعراق تسأله يقول لك عندنا الكهرباء ترمش تلعب ويانا ختيلان، تشتغل تطفى تطفى تشتغل تشتغل تطفى 24 ساعة. قاموا يعتمدون على ابو المولد، وهسه ابو المولد همين بمزاجه، نزل الجوزة ورفع الجوزة. فانت من تحكي لي تقول لي انه قطاع الطاقة الكهربائية سيمر بانتكاسة نتيجة سياسات حكومة الكاظمي، ما هو اصلا بانتكاسة، هو اصلا احنا ما عندنا قطاع طاقة، منتهية الطاقة بالعراق، اشتريتوا مولدات واشتريتوا محطات توليد الطاقة الكهربائية، وحسب المسؤولين محطة توليد طاقة كهربائية كاملة جت للعراق، اشتغلت موسم وراها خرجت عن الخدمة لأنه هي أصلا جاي بيها ستوك. فأنا أردفتهم يعني من الطلعون هاي، وأن الحكومة عدت موازنة ب 57 تريليون و 811 مليار دينار لأربعة أشهر بعجز مالي قدرة 41 تريليون، وهذا بس على الرواتب والكهرباء ما لها ولا فلس وما أعرف شنو. يعني هذا من طلعت حكيته أنت، يعني إيش قدمت للشعب العراقي؟ يعني هسه اللي يفتهم الشعب العراقي بزمن حيدر العبادي عاد عبد المهدي عنده كهرباء، وبزمن مصطفى الكاظمي يعني الكهرباء انتهت، وجانا صادق السلياطي وقال مشروع القطاع الطاقة الكهربائية بالعراق بسبب حكومة مصطفى الكاظمي. زين والقبله ايش سوى؟ والقبله وعقود شركات سيمنس وغيرها وما اعرف شنو، والعقود اللي ما حد شاف من عندها شيء، والتهم اللي كانت موجودة على وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي
اللي ما قدر تسوي له شيء وحمته السفارة الأمريكية لأنه جوازه أمريكي. شنو اللي قدمتوه أنتوا للشعب العراقي؟ يعني من تطلع تحكي لي تقول لي قطع الطاقة الكهربائية، لا، ويطلع يقول غياب الخطط الحكومية لحل أزمة الكهرباء في العراق هو شيء مؤكد، ويطلع لنا عضو اللجنة الطاقة ولجنة النفط والطاقة البرلمانية أمجد العقابي يقول أنه على حكومة كاظمي إيجاد خطط حقيقية لإنقاذ وزارة الكهرباء من وضعها الحالي، وأنه 7% فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة التي تقدمها في بغداد والمحافظات. لكم يا خدمة، علي من النجف ويانا، حياك الله. عليكم، شلونك حبيب قلبي؟ هلا بيك اخوي، قناتكم الموقرة. الله يسلمك يا غاتي. ورد فعل كنا ورد، يعني الحاجة صارت ما نتجاوز من السنة، بس هاي الحكومة اللي هي وصلت للعراق ووصلت للكراسي وصلت الرئاسة هي على شتاف الشعب. هي ما جت انه من العراق، لا والله جت هي انفلتنا زين من ابراهيم او من امريكا او من باقي الدول الاوروبيه والعربيه اللي تريد تواكي العراق، هي اجت من هذا. فثاني شيء انه السياسيين هذا ما يملك العراق اصلا، ولا يم العراق هو ولا قرب العراق، هم يعلمون العالم الدين بس هم ما متعلمين الدين هو، مو صحيح؟ نعم. هو الدين ما يطبقونه هم، بس يطبقوا على الناس الفقراء. انا اقول لك استعانه من النجف زين، هم لبه النجف، الله وكيلك والعباس كفيلك، يقول لك انهم النجفيين مرتاحين غير حكومه غلطانين، بس هي المشكله الحكومه قامت جزء للمتظاهرين السنيين بحيث يخلقون الفوضى وضوء حقوق المتظاهرين. لا والله نقول لهم لا زال المتظاهرين الشرفاء على ساحة التظاهر على الساحات اللي كان يطلب بالإصلاح، وإن شاء الله تتحقق الإصلاح العراقي والدستور العراقي إن شاء الله بهالأيام هذا وبهالأشهر هذا، ونقلكم يا حكومة منا أجدتوا أرضه كافي مليانة كافي عيب استعوا، يعني شخص من الأشخاص انه انا اذا قيم قاموا علي ضابط من الضباط، ليش هم يشكون؟ هو كشنا ويقولنا بالسجل، ليه قال من اشتكى على وقتنا؟ انتم شو مثل؟ انتم خطار ببلدنا، انتم خطار يا اخي، انت الخطار قارينا هو مسلم لي والله زين. هم اختاروا الست ابن عمي، يا ريت انه اطلب من سيادتهم ومن سياده المناطق الموقرة من جميع الشعب تعطوني شوية فرصة، مثل ما يقول قلب متحق. فرصة شنو أخوي؟ بس احنا شو نقول؟ هم اختاروا منو التيار الكبير مثلا، مثل التيار الصغري، كوكو فتنة ما بين التيار الصغري وفتنة ما بين المتطارين، زين؟ وقاموا يدزون مجاميع، يعني من أحسن هم بحاجتين الصغير بالفوضى. فنقلهم لا يزال العراقيين واعين والعراقيين انه يعرفون معنى من العراق، فانت ما تعرفون المعنى في العراق، ولا تقدرون تصير فتنه طائفيه ما بين السنه وما بين الشيعه وما بين الكرد والمسيح، احنا كلنا هويتنا واحده، ونطالب من قناتكم الموقره انه جميع واحد هذا الصوت او يسمع هذا الصوت، الريف هب عشائريه عراقيه مثل ما هبوا وطلعوا الانجليز من ارض النجف او من ارض العراق. نعم. احنا شكر عشائرنا هذه طموحنا انه بس على الفقره، لا. احنا كثير من الناس تشوف شغل عساير تتحرك بالسلاح الخفيف الثقيل والمتوسط على من ما يسوى. نعم. بس قاتل ابناكم من جاي يستخدمون بالمحافظات زين وقدوم جنباتنا من غير من احزاب ايران واحزاب امريكا واحزاب النهضه الفلسطينيه، وجيتكم عاد لتوقفوا قاعد تهزون على شرفكم على عرفكم وعرفكم انتهى. نعم. شكرا شكرا
شكرا اخ علي، بس راح يدركني الوقت وعندي رسائل واتساب. اني شاكر لك تضمامك لنا برنامج صوتكم. اني غلطت قلت 57 مليار دولار من 2005 لليوم، 62 مليار دولار انصرفت على قطاع الطاقه الكهربائي بالعراق وماكو اي تحسن. واخونا بالله امجد عقاب يريد جبايه من الناس، هو ماكو اصلا طاقه كهربائيه بالعراق، والثلاجه نسيت شلون تشتغل، ويجيني يريد جبايه من الناس. عم انطوني 62 مليار دولار اخلي اللي بالصين يشوف اكو ضوء بالسماء من الكهرباء اللي راح توجه ببغداد، وين وديتهم ما حد يدري. اكثر من 1000 مليار دولار تلقوهن بالجوب وبايران. اول رساله وصلتنا، السلام عليكم قناه الرافدين الشريفه، نريد منكم توصلون صوتنا وزاره التعليم العالي، احنا طلاب وطالبات جامعه انبار نريد دوام، لان التعليم الالكتروني صار به ظلم، الاغلبيه طلبه اغلبيه الطلبه انظلمت، البرقيه السريه صدرت من الكاظمي ومستشاريه السهلاني وجوحي ومهند نعيم وسكرتير العسكري محمد البياتي ووزير الداخلية عثمان غانمي، تم الاتفاق على رفع الخيام وإنهاء ساحات الاعتصام في البصرة، لكن هيهات. رسالة، السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، لحد هسه ما نعرف عنهم أي شيء، والله ملينا وإحنا نسولف فيها، وين عود وين وعود مصطفى الكاظمي بالعفو العام؟ ولدنا قاعدة تموت بالمرض، الله أكبر، زوجي مريض غدد سرطانية وأولادي بعدهم صغار، شنو ذنبهم؟ وين مصطفى الكاظمي؟ نريد ولدنا منه، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. الله يحفظ قناتكم وشباب العراق والثوار، والله من 2003 الهاي اليوم يحكم العراق مقداس سطل تيار الحكمة، عليكم الله. بس خلي نسمع صوت أبو زكريا أم زينب. أقول لكل شباب ساحة التحرير بارك الله في بيكم، وموعدنا المظاهرات القادمة، لقد قمتم أو قدمتم أقصى التضحيات، أصدقائكم وأهلكم قتلتهم الحكومة والميليشيات قدام عيونكم، دم الشهداء لن يضيع، موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب، وتنتهي حكومة الميليشيات، توقيع حسام. رسالة أخرى، كاتب والله العظيم اللي دا يصير في العراق هو ظلم، وأي واحد شريف لازم يعرف أنه هذا ظلم، واللي يرضى بهذا الشيء فهو ظالم مثل الظلمة اللي يظلمون العراق. مشاهدينا الكرام، هم يحجون، المشكلة أنه شكو سياسي بالعراق، بس يوصل للحكومة يطلع هذا فاسد، هذا حرامي، هذا باق، هذا سوى، هذا فاش شنو، القطاع الفلاني بفساد بمشاكل، بس لحد الآن ما طلع سياسي وقال أدعيناكم، وما طلع سياسي عراقي وقال أني إلكم، وما طلع سياسي عراقي وقال أنا راح أشتغل لكم، وما شفنا سياسي سكت حلقة وسوى الفعل، بس شفناهم يحجون ويبيعون كلام على الناس. أما قضية رفع خيام التظاهرات فأنتوا تدرون بيها شنو سببها، والجواب منكم للحكومة، أنتوا اللي تجاوبون عليها مو إحنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر في أمان الله.